تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات بالمجمل. أهلا وسهلا بك معنا أماني. إذن الأسواق في حالة ترقب واضحة لقرار الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل، ولاحظنا ارتفاع طفيف في مؤشر الدولار، إذن ما هي التوقعات لأداء باقي العملات؟ صباح الخير. طبعا يعني عاد الدولار الامريكي ليرتفع من جديد مع بدايه التداولات الاسبوعيه، وان كان ارتفاعات طفيفه، ولكن طبعا مع ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي الامريكي في اجتماعه يوم الاربعاء المقبل. اغلب التوقعات الان تدعم رفع الفيدرالي الامريكي الفائده بواقع 75 نقطه اساس في اجتماع نوفمبر، ولكن بعد البيانات المخيبه للامال في الفتره الاخيره بدات يعني توقعات رفع الفائده بواقع 50 نقطه اساس فقط تلوح في الافق في اجتماع ديسمبر المقبل، وهو ما تسبب نوعا ما في تراجع او انخفاض مؤشر الدولار خلال تداولات الاسبوع الماضي. وبالتالي نحن نرتقب يعني قرار الفائده طبعا في الاول، وثانيا يعني بيان الفيدرالي الامريكي ورؤيه اعضاء البنك خلال وتيره رفع الفائده الفتره المقبله. فبالتالي نحن الان يعني بدات الاسواق تساعد فعلا رفع الفائده بواقع 75 نقطة أساس، وبالتالي قد يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا حتى نهاية يوم الأربعاء المقبل وبعد قرار رفع الفائدة. ولكن ستترقب الأسواق وما سيؤثر على تحركات طبعا الدولار الأمريكي بيان الفائدة المصاحب للقرار ورؤية الفيدرالي الأمريكي للتوقعات الاقتصادية ورؤيته لي يعني الوضع الاقتصادي بعد تلك البيانات المخيبة للأمان. ولكن بوجه عام بالرغم من التقلبات التي عانى منها الدولار الأمريكي، لا يزال طبعا الاتجاه الصاعد هو المسيطر على تداولات الدولار مقابل أغلب العملات. حتى رأينا أن بعض العملات مثل اليورو بالرغم من ارتفاعها مع قرار البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة ويعني استقرارها أعلى مستويات التعادل مقابل الدولار، ولكن عاد من جديد دون تلك المستويات ودون مستويات التعادل مع عودة ارتفاع الدولار الأمريكي. نعم، يعني أماني تتحدثين عن اليورو، وأيضا لاحظنا حالة الارتفاع الحاصلة بأسعاره بعد قرار المركزي الأوروبي وتحقيق مكاسب أكثر من 1% منذ بداية عملات هذا الشهر. هل بدأت فعلا التوقعات لقرارات مقبلة للمركزي الأوروبي، وهل من الممكن أن تؤثر على تسعير اليورو مقابل الدولار؟ بالرغم من التوقعات التي كانت تدعم استمرار رفع البنك المركزي الاوروبي الفائده، وطبعا قرار رفع الفائده يوم الخميس الماضي الذي دعم نوعا ما ارتفاع اليورو بعد رفع الفائده ب 75 نقطه اساس، ولكن ايضا تصريحات محافظ البنك المركزي الاوروبي كريستين لاجارد عقب القرار مباشره تسبب نوعا ما في عوده الضغوطات على اليورو، حيث ان كريستين لاجارد اكدت على ان يعني هناك مخاوف من تباطؤ نمو اقتصادي في منطقه اليورو طبعا بسبب نقص امدادات الطاقة في المقام الأول لاستمرار الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا واستمرار ارتفاع الأسعار طبعا مع استمرار تراجع اليورو. وبالتالي نحن أيضا نرتقب اليوم بيانات التضخم في منطقة اليورو بعد استقرارها بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نشأة المنطقة، وبالتالي ستتجه الأنظار نحو تلك المعدلات، حيث أن استمرار ارتفاعها واستمرار تسجيل مستويات قياسية جديدة قد يضع الضغوطات أمام البنك المركزي الأوروبي. من الرغم من يعني انكماش أغلب القطاعات في منطقة اليورو والتوترات الجيوسياسية، ولكن قد لا يجد البنك المركزي الأوروبي مفر أمام الاستمرار في رفع الفائدة لو فعلا جاءت البيانات التضخم في الأشهر القادمة داعمة لاستمرار ارتفاعها. وبالتالي يعني نوعا ما اليورو يعني رفع الفائدة حافظ على استقرار اليورو، ولكنه فشل في الاستقرار أعلى مستويات التعادل، وبدأ تداولات الأسبوع دون تلك المستويات مع الترقب طبعا لقرار الفيدرالي الأمريكي وارتفاع الدولار. نعم أمانة، على الجهة المقابلة مباشرة يعني الين الياباني لاحظنا إبقاء المركزي الياباني بسعر فائدة سالبة والحفاظ على هذه المستويات، وأثر بشكل كبير على أداء الين الياباني. كيف تتوقعين بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أن يكون الحال لدى الين الياباني مقابل العملات الرئيسية؟ طبعا الين الياباني بالرغم من تدخل الحكومة وبنك اليابان أكثر من مرة في محاولة للسيطرة على انهيار الين الياباني، ولكن يعني تبني أو تأكيد البنك اليابان على الاستمرار في الفائدة السلبية، رأينا في الاجتماع يوم الجمعة الماضية البنك الياباني تثبت الفائدة عند مستويات السالبة يعني مع استمرار طبعا ارتفاع التضخم بوتيرة بطيئة، ولكن استمرار الفائدة السالبة وتأكيد البنك على استمرار تلك السياسات التوسعية التي تضغط على أداء الين الياباني قد تسبب فيه
يعني استمرار تراجع الين الياباني بالرغم من تدخل الحكومة وبنك اليابان، إلا أن وجدنا الين الياباني يتداول في بداية الأسبوع بالقرب من مستويات 148 ين لكل دولار. طبعا لو بدأ الفيدرالي الأمريكي وواصل رفع الفائدة بوتيرة قوية سواء 75 نقطة أساس في الاجتماع المقبل أو حتى 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، سنجد استمرار الضغوطات على الين الياباني، وبالتالي قد لا يجد بنك اليابان مفر إلا يعني تغيير تلك السياسات، وطالما استمرت تلك السياسات فقد يضغط هذا الأمر على العملة المحلية. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.